فقره كويزين ونوتريسيو اكيد مع ام جوي عايده مهنا ست الستات. اهلا وسهلا فيك يا عايده. صبي او بنت؟ والله ما بعرف. صحيتينا اليوم بقولوا لي شو طعم شطبنا. تعرف الغنية. مشاهدينا اليوم بفقرة عايدة الحلو هو مغلي المغلي اللي نحن بنعمل يمكن بس على المناسبات، بس اليوم لقيته ليك هو المغلي شيء بسيط، يمكن مت وقت قلنا فتوش طبولة، طلع في ناس بيحبوا يتعلموا شغلات جديدة. هلا أنا ليش عاملة مغلي؟ عاملة مغلي لأنه في مدام طلبت مني المغلي، بنتها بدها تولد برا وهي رايحه لعندها، والمدام هيك زغطوره مثلك يعني منا كبيره بالعمر، بدها تعمل مغلي لبنتها، فقلنا بنعمل مغلي للكل هيك فرد مره. لكن اليوم اتفقنا رح يكون المغلي، وهلا رح بتخيل الكل رح يرجع يشتهي، مش ضروري ننطر حدا يعزمنا او حدا يولد، فينا نعمل مغلي اكيد طيبه وصيفيه وبتبورد وبتضاين بالبرات. مقادير بالاول أكيد. ولا بدي احرق؟ رح نقول المقادير وبتبلش تحركي. طيب اول سوري، لكن هي المقادير اللي هن عندنا كبايه رز ناعم، اوكي، كبايتين سكر، وضروري كبايتين سكر. تقلك ليه؟ لانه اللوبيت بتخفف الحلاوه. يعني ما يحطوا كباية ونص ما راح يطلع طيب، ما يفكروا أوكي. بدنا ناكلها مزبوطه. كبايتين سكر، كبايتين سكر، ملعقة كبيرة قرفة مش أكثر، ايه؟ ملعقة كبيرة، اوكي. ملعقتين كبار كراوية مطحونة أكيد، ايه؟ ورشة مسكة، يعني تقريبا بياخد الكباية بتاخد شي نص ملعقة صغيرة مسكة مطحونة. طيب بكي مسكة يدقوها بس بقلب. هلأ منقول أي ساعة يحطوا المسكة. طيب بس ما قلتي لي الميات قد ايه؟ والميات أنا يعني الناس يحط ايه أنا هلا عم فكر شو المي؟ 8 كبايات مي بعد ما نفسها، 8 كبايات مي لكل كباية لكل كباية رز. اوكي. في منهم بلانش بيعملوها بالبريستو، في منهم بيعتلوا هم التحريك، معي انا كل هول يكبوهم ينسوهم. طيب هلا انت حتقولي لحقلك انا اختي لستي كيف علمتنا اعملها لتشهي لحالي. طيب هلا نحن بدنا نقول للمشاهدين اكيد الفقره مدعومه من قبل ستيفانو كافي لتقدروا تكونوا رابحين، وبدي اطلب من كل يلي ربحوا وما عدنا تواصلنا معهم يتواصلوا معنا اليوم لنرجع ناخذ ارقامهم. وكمان بدي اقول ثانك يو لجي 3 فيراري اللي كمان عم بيكون داعم لهيدي الفقره، واليوم هالبلاكات شوفونت من عنده. حطينا الطنجره على النار. انا شايله هول من الخلطه ايه؟ يلي عملتها مشان نفرج الناس على الهواء كيف، لانه اكثر شيء بيحتاروا الستات اي متى بدهم يسكبوا. ايوه هلا انت حركه وان شاء الله الوقت يساعدنا انه يخلصوا. اوكي يلا. طيب سؤال بيقول تحريك عندك؟ تحريك عندي. السؤال بيقول تالي بنقع كل شيء مع الرزات قبل. برافو يا شطوره، عرفت شو بدي اقول. اوكي يلا قول. انا وعم بلش زين رح اقول ورح زين كاسه صبي كاسه بنت. يا الله ما اهضمي. بس وقت بدك تزيني بدك تخبريني انت مش شاري جوز الهند ملون؟ لا انا ملونته. انت ملون، انت كمان رح تعلمينا كيف. كنا بالاول نشتري ملون، هلا صار كثير غالي. ايه طيب نقطة كولوران، فود كولوران يلي بنستعمله كلنا عنا ببيوتنا. ايه بحط شوية جوز الهند بصحن مثل هيدا. اوكي. وما يلونوا كثير إذا عندهم ولادة. يلونوا كل 3-4 أيام مرة. شوي، اوكي. وما طيب. يحطوه بالبراد تما يغطوه ويعرق ويحل اللون. طيب عايدة انت بتنقعي نص الكمية مع البهارات وهيك والنص لا، ولا كل الرزات؟ لا انا بنقع كل الكمية اللي قلنا عنها. اوكي. وبتركهم شي ساعتين منقوعين بدون ما احرك ولا شيء. اوكي. وبس بدي بلش هيك مثل ما هلا عملنا حطهم على النار بالفوية بخفق شوي قبل ومنحرك. ويقووا يحطوا على غاز القوي على مسؤوليتي انا. ما بيلدى؟ لا ما بصير شيء اذا عم بتحرك على طول. كل الوقت بده تحريك معروفه. هلا رح نبلش بالصبي لانه بحبوا الصبيان اكثر هون بلبنان. طيب لكن بنحط الرز مع 8 كبايات المي مع السكر مع البهارات ما عدا المسكه، صح؟ القرفه والكراويه ما عدا المسكه؟ صح. اوكي. المسكه رح نتركها اخر شيء تضل تعطينا طعمه. ايه اوكي. اذا حسيناه فاتح بنزيد قرفه؟ لا ابدا ما تزيدي شيء. اوكي
مثل ما قلت لك بتعمل. مثل ما قلتي لي بتعمل. طيب حبة الرز بتفتح أسرع إذا كانت منقوعة؟ مزبوط، ببطلوا ياخذوا معنا وقت بالغلي. ايه؟ شفت قلت لهم انقعوا؟ اوكي. شي ساعتين ومش بالبراد. ايه؟ هيدا اللي بدي اسألك. ايه لا 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 برا، حتى هلا ما يحطوهم بالشمس ويجي يقولوا لي انتزعوا، لا. ليك عم بيقولوا لي ما اشبك شي، مين اللي قال لي ما اشبك شي؟ منين انت يا بنت يا صادرة؟ أنا هلأ تذكرت كان ابني عقيدة وحرك مغلي، أنا حدا كتير ثقيل ما بحب حدا يعمل لي شيء. هيك بعمل، ما بخلي حدا يدق. هلأ نحن رح نزين ايش؟ وحدة كمان للتوم، صبي وبنت. لا أنت حدا كتير مهضوم. وجايبت لي داتيل بروتو، يعني عاملة عن جد قديرة. شفتوا التحريك كيف بده يكون؟ هيك كمان بدنا نقبعهم عن الجوانب ونضل نحرك. برافو. يلا سبور. شفت ليه قلت لك حركه؟ طيب هلا القلوبات مش نقعتيه ولا نقعتيه؟ انا مشان كمان معلومات زياده. اوكي. ما بنقع القلوبات، ما في لزوم. لشو هاللبكه؟ ما بتقشر الفستق وبتنمرضي انت عم تقشري؟ لا لشو؟ نحن عم نعطي اشياء هينه. طيب هلا شوفي شو مهضومين هول يلي عندهم مناسبه انه ولاده مش مثلنا. ايه. هلا عم ايه هيدي مرطبين كثير، ماشي رخيص كتير بالسوق يعني. اوكي. مكتوب عليه فستق. بتجي انت، جيتي تهني يلي عم بتولد. ايه؟ ايه. بجيب انا كاسة المغلي عليها حتى جوز الهند فيه. بس هي يعني كل واحد بزين على ذوقه. ايوه انت بركي ما بتحبي الفستق الحلبي، بركي ما بتحبي اللوز. انا بجيب لك هلا بقول لك السلاد بار يعني. ايه. تفضلي. تفضلي يا بلانش. بلانش بتاخذ الكاسة بتفتح هالمراطبين وبتحط على ذوقها، هي بتزين الكاسة يلي بدها اياها. شو هذا الفكرة الجديد؟ الحلوة؟ ايه ما انا عم فكرة جديدة، فكرة مهضومة. عم نشوف اذا المراطبين لكن فكرة جديدة لإلكم لما كثير تزينوا وضلكم حاطين بهالبراد وتصيروا تتروقوا وتتغدوا وتتعشوا مغلي لأن زينتوا اوريدي الكاسة. اللي بنعمله بنجيب من هالمراطبين اللي عم تقول عنهم عايدة مع ملعقتهم ورخاص منهم غاليين ورخاص. اوكي. وكل واحد بروح بيعمل سيلف سيرفيس، كل واحد هو بيقوم بحط قد ما بده جوز. انا رح بلش بالجوز، انا رح زين عادي هلا لانه نحن هون ناكل كل شيء. نحن هون المغلي عم تغلي عن جد يعني، والروايح حرقة. انت هي ترشوا عليك يحرقوك. شوية زبيب. نعم. أوقات يعني منتكسلن منروح منجيب الجاهزين يعني. ايه ما بحبهم أنا. ايه بيطلعوا بلا طعم، بيطلعوا هيك سايطة طعمتهم. شفت ليه؟ ايه لأنه منفتكرها أهين، بس هي على ما يبدو نفس الغلي يعني، حتكون نفس الطريقة. وإذا اعتمدوا هيدي الرسات يا بلانش، ايه رح يطلع معهم أطيب مغلي. لشو يروح يجيبوا هودي العلب؟ بيكونوا العلب انا بقول لك شو حاطين فيهم نشا كمان. ايه يلي مزبوط. هو تيشد بسرعه المغلي، ويلي هو مش بيعطي الطعم مش طيبه بالمغلي. هي هل بتطلع في اريار جو مش طيب عن جد. هيدي هي. طيب خلينا نرجع نقول لكل المشاهدين يلي بدهم يتواصلوا معنا ليكونوا رابحين من ستيفانو كافيه، يتواصلوا معنا هلا على 01491703 ليربحوا وجبه عشاء او غدا عند ستيفانو كافيه بالاتسائل جبال او حتى الباترون. وبدي اقول للمشاهدين والمشاهدات يلي هن اغلبهم يلي ما قدرنا نرجع نحكيهم الاسبوع الماضي وكانوا رابحين، يحكونا هلا ويتركوا رقم التليفون على على البريجيه عند الصبايا. اليوم 5S اليوم عندنا، كان عم بقول الي الصبح 4S. سوبر انتو سوبر. حدا شي وحده منا تنزل تشمر وتحرق. عايدة يعني قديش تقريبا ممكن يقعدوا بالبراد وليش بفسخ وجهن؟ ها برافو عليك، كنت بدي احكي هالقصة. يلا قولي خبريني. هلا ليه بده يفسخ وجهن؟ لانه هلا رح نعرف قديه كيف رح اقول لهم قديه لازم تكون اللزاجة تبع المغلي. اوكي. رح اسكب انا بس يخلصوا واتركهم على المجلى او على الطاوله بدون غطاء بدون شيء. طيب يبردوا. طيب يبردوا على الاخر. اوكي. برجع بحط لهم النايلون الكلينج فيلم، عرفتي؟ ايه ايه ايه. بغطي كل كاسه وحده. وبفوت على البراد ولا بيصير لهم شيء. شفتي هودي انا لك ها معمولين؟ من السبت عملتهم عشيه وحطيتهم بالبراد مثل ما قلت، لا في مي ولا في شيء فيهم.
اوكي انا كنت حط فوطه على وجهه وارجع حط صينيه وارجع حط ولشو هلا بكي كلها؟ اعملي هالطريقه اي لانه هلا رح تعرفي من هول. طيب هلا التكنيك خلينا انا اسالك وانت صلحي لي على قد انا ما بذكر بتذكر بشيل انا نتفه هيك وبعمل له بس هيك. بعد بكير ايه هلا بده وقت لا شو في وقت يعني. طيب لكن بنرجع بنقول المغلي هن كبايه رز، كل كبايه رز بدها 8 كبايات مي وضروري تكون نفس قياس الكبايه لانه الرز دقيق بهيدا الموضوع. اكيد. سكر كبايتين، ممنوع تحطوا اقل حتى اذا عم تعملوا دايت ما بيطلعوا طيبين. بنرجع بنحط القرفة والكراوية، القرفة وحدة ملعقة، القرفة ملعقة والكراوية ملعقتين، كراوية ملعقتين. وأي ساعة المسكة بتحطيها؟ المسكة آخر شيء هلا مثلا هون ايه؟ أنا هلا ما رح أحط مسكة. أوكي. بس يغلوا تقريبا رح يخلصوا بننزل المسكة. صح. أوكي. وأنت ما عندك أوكي خلينا ناخذ اتصال. ألو بوجور كيفكم؟ الحمد لله. ثانك يو. مين معنا؟ أمل. أمل؟ نعم. من وين عم تحكينا؟ من أنتلياس. أمل من أنتلياس، بليز اتركي رقمك تحت الهوا في حال كنت ربحانة. أمل بتعملي مغلي دايما ولا بس بالمناسبات؟ ولا هلا كان صار لنا شهر بنعمل مغلي، اجينا حفيده بالعيله، ايه كنا عم نعمل مغلي وطلع لي مغلي اليوم. ايوه تنقع الرز والمكونات كلهم قبل؟ ايه بنقع الرز شوي شي ساعة زمان هيك. شو رايك بفكرة المرطبين؟ كثير منيحة، كثير حبيتهم، كثير حلوة. وجبتوا ايه. جوز ولوز. ايه جوز ولوز، ايه نحن عادة بنحط بالتبر ورات هيك بالبراد، ايه. حبيتهم المرطبين بس هلا فكرتهم كثير حلوة. مهضومة لأنه فيك تحطيهم على الدرسوار مثلا. حلوين. منهم المرطبين في يجيبون واحد. من وين في يجيبون؟ ما فينا نعمل دعاية. الاسم يلا تحت الهواء. من هيدا الوان. من الوان، عرفتي الوان دولار يعني تبع ال 100 ألف. أي واحد منهم. أي واحد بأي منطقة. كلهم عندهم، أنا البترون. البترون لا بعيد علي. مين حرك عندك المغلي؟ نعم. مين حرك؟ أنا بعمل المغلي عادة بالعيلة كلها، مين ما خلف أنا بعمل له المغلي. يعني بيقصدوك خليني أقول بعد. بيقصدوك بقصة المغلي؟ بيقصدوني كلهم بناتي وصبيان كلهم بعمل لهم المغلي. خيمة أحلاك. ورحتوا على صواني فضة ولا رحتوا على القشل شوي هيك أوريجينال يمكن؟ مو هيك ترندي كريستال وهيك مش ايه؟ فضة لا خلص فضة صار بطلوا الكل يستعملوا صار. ايه ايه بس انه بعدك هيك بتتقنيها خليني اقول صح؟ يعني ايه اكيد. يلا امال ان شاء الله تكون من الرابحين من ستيفانو كافيه. بتحب زوري بالبترون اتي سي ال وين جبال؟ بفضل اتي سي ال انه هيك اقرب شيء لانه ايه ما تنسي تخلي لنا رقمك بركي ربحتي. يلا خلي لنا رقمك بمره كمان ما مش الحال. يلا ان شاء الله تكوني لكينا رابحه ومبروك مبروك ما اجاكم هيك مثل ما بيقولوا. كمان لكل اللي بحبوا يتواصلوا معنا بفكره المغلي لليوم عايده بعدها عم بتزين صبيان وبنات والطوم على 0149-1703. وهلا وين صرتي؟ لا انا شايفه بدهم يا عايده بدهم بعد يلا شوي منيح ما عندنا كم غلبه وقت. كم أوكي. غلبه في يلا. وقت مع القليل لتفتح الحبه. اي اوكي. لكن فينا نحن نلون جوز الهند مثل ما قلت لهم نقطه يحطوا كفوف بدهم يفركوهم بايدهم. ايه عايدة في ناس بتعملها صينيه كبيره المغلي انه ما عندها ما بدهم يحطوا كاسات يعني مش انه للضيافه. اذا نحن بالبيت بدنا ناكل مغلي بتزبط هيك ولا بتبطل انه واحد ياكل شيء مزبوط يطعم اولاده انه مش حلو. طيب عندي سؤال هيك شوف اذا عندك له جواب. مندوق اوقات مثل النوقة على مغلي، هيدي المغلي اذا زدت لها نشا انا فيني اقطعها واعملها قطع مغلي بيرجي يعني؟ مش رح جاوبك عليه هالسؤال. ايه؟ ان الله راد يلا الايام دغري بتركض وبدنا نعملها قرب عيد الميلاد لانه انا بعمل كثير اشياء بالمغلي على نوال لانه أوكي. يسوع بده يخلق، مين عندنا ايه؟ اهم من يسوع. كمان عندنا اتصال يلا الو بدنا الو الو وي بونجور بونجور كيفك؟ منيحة كيفك أنت؟ مبروك ما إجينا. ميرسي. أنا العصفور بس يتخلف عندي بس طويل بعملنا مغلي صدقيني. يا الله ما أهدى بك مين معنا؟ أنطوانيت.
أطوانات من وين عم تحكينا؟ سن الفيل. من سن الفيل. عفاك يا أطوانات، في أطيب من المغلي؟ لا ما في، جوزي كثير كمان بحبه. عن جد كبار وصغار بحبوا. ايه وبعد الظهر دسير طيب يعني. والعنده سنين والما عنده يعني صغير وكبير. عفاك. بيقطع المغلي. بتنقع الرز والمكونات مثل ما عايدة؟ أبدا نفس الشيء. لكن خلص الكل صار ما بقى هيدا العذاب. صرنا نعرف عفيك. وكيف بتعرفي اذا صار فيك تسك بالمغلي؟ هتا شوف يا أطوانات. يعني بس يحسون اشتدوا وحسون صاروا خرج. بعرف يعني دغري بسكبهم لان صار عندي خبره 36 سنه زواج، بدي اعرف. اسم الله عليك. الله هلا اعملي مغلي انا برايي. يلا. شكرا لاتصالك يا أطوانات، ان شاء الله تكوني رابحه من ستيفان وكف. شيء بشهي على الاقل بده ياكل مغرب، جيب هديه بايده واحدا يجي هيك فاضي لعنا على الاستديو. عايده بلشوا يشدوا. شو في لي اياهم؟ فرجيني تنكون عن جد عم نعطي ولا المشاهدين مزبوط. نتفي بعد يلا فتح. خلينا نحكي عايده عن نوع الطنجره. الافضل. أكيد. الافضل للمغلي. شو افضل الطناجر؟ الافضل انه تكون ما بتلزق. اوكي يعني بس هيدي ستانلس منيحه. إيه؟ لانه القلب تفلون. لا منيحه عظيمه بتلدع بحس. لا اسرع لانه هي بدك تضلي تحركي كل شيء، بدك تضلي تحركي. اوكي تيمشي الحال بدكم تشتغلوا حركه. ايه بس هن قلت لك على الغاز القوي للكبير انا حطيتهم يعني ما راح ياخذوا معهم وقت مثل ما مفكرين. لا يعني هي سهله. هن في ناس بتقول لا لازم يغلي ولازم ساعه. لا 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 ما بدها. طالما ممنوعين مش ضروري يغلي هالقد. لشو العذب؟ كانوا يعذبوا الامات لعند الزمانات. يلا الو ريتا. مظبوط ريتا قوي. ريتا كيفك يا ريتا؟ ريتا سويدان. ريتا سويدان مبروك ما اجينا واجاكم ولا شو الوضع؟ ميرسي انا تيتا من زمان. يا حبيبتي كانوا يتكلوا عليك بالمغلي؟ ايه طبعا ما بدك تطلعيني على الهواء؟ انت على الهواء معي؟ معك على الهواء؟ ايه اوكي حبيبتي. ايه طب ليكي حبيبتي انا بعمل المغلي بحط له ينسون. ايه عفاك نسينا الينسون. لا انا ما بحط عامة الينسون. احنا بزحلي بنحط الينسون بتاعتي نكهه طيبه. ايه ليكي هو ذوق انه انا ما بحب نكهه الينسون بالمغلي وبالاخص في ناس كثير ما بتحب الينسون. اوكي بس طريقتك كمان حلوه. بتحب الينسون انه ايه اكيد. طريقتك كيف؟ أنا نفس الطريقة، 8 ماي، كباية رز، كبايتين سكر، ملقة كبيرة كراوية، ملقة ينسون، وملقتين شو التالتة؟ القرفة. شو رأيك بشيلون؟ شو فيلي؟ يلا. بتقلي خلي يلا بس تشيل هون. رح نفرجيهم للمشاهدين كيف بدي احطهم بالصحن. ايه بعرف عرفان فهمان عليك. انا عم بفهم عليك يا عايدة. بحط شوي وبنعمل لهم هيك صح؟ ايوه برافو عليك. يلا ميرسي لك. ثانك يو. يلا ان شاء الله تكوني رابحه. يلا خذونا على الهواء لنقول لهم شو هي الطريقه. يلا عن قريب. طيب بنشيل بالملقعه. صلحي لي عايدة ما تتركيني على الهواء وقومي معلم الناس غلط. اشتغلي تشوف. طيب اشتغلنا. بنحطهم هيك بالصحن. انتوا وين هون؟ اعطيني تقلي. اوكي روقي انا على الهواء وبننزلهم هيك. شو مزبوط؟ برافو مطرح ما بيهدوا. شطوره ما بعد في تكنيك هي هيك. برضو هيدي بتدوقوها. ايه بس مش دغري. بلا بتقطع على الهواء هيك. ايه بس مش دغري. مش سخنين ناح. ليكوا ما احلاهم ها؟ ترجعوا بغير اصبع. خلص لعب. قولوا لي خلص لعب. خلص وقفت. قال لك اعطيني شوي. تاني ايد هلا. يلا تاني ايد. طلعي فيي. ايه هيك. ايه وبتتركيهم يبردوا مش مثل ما اكلتيهم سخنين. بس بتعرفي ايه بتعرفي طعمة الحلاوة فيهم هيك. ايه بس كثير منيح. انا بشيل نتفة سكر. ايه هيك كثير منيح هيك. ايه ما بتعملي هيدي الطريق؟ لا مش ضروري. فيكي تعملي في 10 اصابع. فيكي تعملي تقدري بس انه مش مضطره. بس تتعرفي الحلاوه المضبوطه لازم تتركيهم يبردوا شوي لما يلدع السكر. وبعد شغله
انه بس يكونوا هيك ايه شفتي اوكي تمام لا رح يعملوا مي ولا زوم ولا شيء بالبراد بس يتغطوا. وشغله ثانيه نسيتها مهم اللي يكون عم يحرق يكون شو نضل نحرك على طول اوكي أو والقلوبات قلت لك انا ما بنقع لشو هاللبكه وجلبته ما بنقع طبعا فينا نفرجيهم هول على الهواء بجنن الصينيه بتجنن على الهواء اسحبي لنا رابح يلا انا أنطوانيت من الفيل أنطوانيت من سن الفيل اللي انت ربحتي معنا اليوم من ستيفانو كافيه. أنطوانيت اذا عم تسمعيني رجعي تلفني بليز اعطيهم رقمك تحت الهوا. وكمان السيده يلي تواصلت معنا الاسبوع الماضي بليز رجعي احكينا حتى نرجع تحكيكي ست عايدة وتتفقوا. فاذا أنطوانيت من سن الفيل هيدا لإلك مبروك ما اجينا واجاكم وها هي رح نروح نضيف بحب الضيافة انا ليك شو حلو توم بتجنن صبي بنت يلا فاصل ومنتابع